شخصيه اسمها يارتينا، المفروض ان يارتينا دي بنت مش مصريه، المفروض انها في المسيل، عايشه في فرنسا. في بقى احداث كتير قوي مع البطل النجم محمد فؤاد، بيحصل بينهم اكشن كتير، علاقه، يعني انا مش عايزه اتكلم قوي على التفاصيل بس حاجه لطيفه. يعني تكلمينا عن التعاون ما بينك وما بين محمد فؤاد. سعيده جدا، سعيده جدا بالتعاون معاه، وفرحانه جدا ان انا بمثل قدامه. فؤاد من الشخصيات اللي بجد بتجنن على المستوى الشخصي والانساني، جدع جدا، صاحبه قوي. سافرنا صورنا في اوروبا كمان، كان شغل حلو قوي معاه، ممتع، انا مستمتعه جدا لان انا واحده من معجبين فؤاد. المسلسل